إذا مشاهدينا الكرام، فقدنا التواصل مع الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، ولحين إعادة التواصل معه ينضم إلينا مباشرة على الهواء الآن عبر الهاتف الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفي، يعني كنت أسأل الأستاذ جميل عفيفي حول جملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعني أتوجه لك بنفس السؤال قبل التعقيب اقتصاديا على ما طرحه رئيس مجلس الوزراء. الرئيس قال نصا: هذا ما عملناه ولديكم فرصة للتغيير. قراءتك لهذا التصريح؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين، واسمحي لي بقول لحضرتك ولكل المشاهدين برضو كل عام وأنتم بخير. النهاردة استعراض كبير جدا من دولة رئيس الوزراء وإفصاح من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نيته للترشح، وهذا أمر في غاية الأهمية. النهاردة بيكون في قد إيه حجم الإنجاز اللي تم على مدار يعني التسع سنوات الماضية، وإعلانه بمنتهى الشفافية كيفية إنجاز العديد من المشروعات اللي كان بيتم سواء التعقيب عليها من الوضع المجتمعي الداخلي أو من المجتمع الدولي. سواء بقى النهاردة كنا بنشوف الأزمات اللي بتكون في كثير من المسارات الاقتصادية أو المسارات التنموية أو حتى معدلات البطالة، وأيضا كيفية يعني الحلول اللي هي كانت للأسف لم يكون لها تقدير عند المسؤولين في الفترات الماضية. النهاردة لما احنا بنشوف الدولة بتحقق هذا الإنجاز للارتقاء بالمستوى المجتمعي للمجتمع المصري وللناس أجمعين، النهاردة لما بنشوف تعقيب فخامة الرئيس حوالين وضع الديمقراطية في مسارها الصحيح ومسارها والإطار اللي هو زي ما بيسمى كده الإطار الحقيقي، نعم، الانتخابات والاستحقاق الدستوري قادم لا محالة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الحرية للتعبير وحرية الرأي مكفولة للناس بما صرح به فخامة الرئيس، أن النهاردة لو في إدارتكم أن عايزين تغيروا هذا أمر بيد المجتمع المصري. ولكن اسمحيني وأنا من المقيدين والمؤيدين لفخامة الرئيس، هذا أمر في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن هذا هو منتصف المسار، مش إن إحنا بنقول هذا يعني لهذا الأمر لذاك أو هاك، لكن إحنا بنتكلم إن السيد الرئيس أنجز كثير من المشروعات الاقتصادية، حارب الإرهاب، وما زال حتى وقتنا الحالي للأسف إن شايفين تدخلات من الخارج أو زي ما بيسمى كده أو سماها السيد الرئيس أهل الشر، ما زالوا حتى وقتنا الحالي بيستعرضوا للأسف الأكاذيب حوالين الدولة المصرية لتفقيد المجتمع الثقة. ولكن أعتقد مجتمعنا المصري بما له من عراقة وقيم وأصول يعي جيدا ما هو الحقيقة وما هو المزيف. علشان كده ان احنا بنتكلم النهارده ان في تأييد كويس جدا للكثير من المشروعات سواء من الخارج او من الداخل، هذا اعتقد تصور او الاطار اللي كان النهارده الحديث بيدور بيه يا فندم. اتفضلي. طيب دكتور مصطفي، هناك العديد من الجوانب الاقتصاديه التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء، ربما هو يعني أكيد لم يكن من فراغ بداية استعراضه لما قامت به الدولة على مدار السنوات الماضية هو الاستشهاد بتجارب مثل ماليزيا وسنغافورة وألمانيا والصين وما بذلته من جهود على مدار سنوات طويلة حتى تكون في قوتها الاقتصادية الحالية. بماذا كان يقصد رئيس الوزراء في رأيك في استهلال استعراضه بهذا المثال؟ دولة رئيس الوزراء النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي استعرض العديد من النماذج الناجحة على مسار السنوات يعني أو العقود الماضية، نعم، واستشهد بالعديد سواء من دول أسيوية زي ماليزيا أو دول أوروبية أو حتى الصين ونجاحاتها الكبرى وقد إيه الكفاح اللي شافته الدول دي والاجتهادات في تصحيح مسارها في العقود الماضية. مصر ليها تجربة ونماذج خاصة، علشان كده لما كان دولة رئيس الوزراء بيستشهد بالدول دي وقال ان احنا قدامنا فرصة ان احنا نحقق هذا الامر، ولكن كانت تنقصنا الارادة السياسية والادارة الفكرية اللي تحقق هذه التنمية على ارض الواقع. لما جه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
يعني زي ما بيسمى كده، كان له من الإرادة السياسية وحب الشعب المصري له لما يعني ضحى به في مواجهة الإرهاب، وطبعا في مواجهة التغيير للأسف اللي هو من الجماعات الإرهابية اللي كانت تحكم. نعم. كان ليه زي ما بيسمى كده رصيد كبير، فالشعب تساند معه بما أولا بمشروع قناة السويس، جمع 64 مليار في 8 أيام، يعني كان رقم كبير جدا في هذه الأمور. التنفيذ اللي صدقت به وزارة النقل ساعتها أو الهيئة الهندسية بالفريق كامل الوزيري. نعم. وطبعا هذا الأمر كان ليه رصيد كبير عند الشعب المصري. صحيح. ده يا فندم ما بيسمى بالإنجازات اللي بتحقق على أرض الواقع. نعم. ده تصوري للحلول الاقتصادية. تفضلي يا فندم. أشكرك جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.